يستضيف فريق الكرة بنادي الهلال نظيره الباطن على استاد الملك فهد الدولي في 8:45 دقيقة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC ويتولى سمير المعيرفي مهام التعليق على أحداث المباراة. كما سبق للهلال والباطن الالتقايا في 8 مواجهات سابقة بدور المحترفين شهدت 6 انتصارات للهلال وتعادلين بين الفريقين، وأحرز الهلال 20 هدفا واستقبل 8 أهداف بطناوية. واستقر البرتغالي ليوناردو غارديم المدير الفني للهلال على التشكيل الذي سيدفع به أمام الباطن والذي جاء كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي ومحمد البريك، في خط الارتكاز سلمان الفرج وغوستاف غويلار، في خط الوسط ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري، وفي قلب الهجوم بافي تيمبي غوميز وموسى ماريغا. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد. We'll be right back.